عليكم ورحمة الله. الآن نحن مع محاولة لربح هذه اللعبة مسمى سيربح المليون. إذا وضعت لايك للفيديو فاعلم أنك ستأخذ جزءا من المليون. كم سورة في القرآن الكريم تبدأ به يا أيها؟ ما هذه البداية؟ يا أيها، أنا أعرف 12 أو 15، لم أتوقع هذه البداية. سنبدأ من جديد. لقد كان سؤالا قويا جدا. لحم أي حيوان يحرم على المسلمين أكله؟ الخنزير. من أخوات الحرف المشبه بالفعل إن؟ إن كان، أتوقع. من أخوات الحرف المشبه بالفعل إن وأخواتها، وهي إن لعل. أعرف ذلك، إنها قواعد اللغة العربية. ما الحشرة والطير اللذان تكلما في القرآن الكريم؟ النملة، النحلة، النملة والهدهد. نعم، في سورة يونس. من أخوات الحرف المشبه بالفعل إن؟ إن، إن وأخواتها. السؤال تكرر. إن كان، إن كأن، ما برح، إن أضحى، ولا ما أظن أضحى. جن. نجرب من جديد، محاولة أخيرة، محاولة أخيرة، إن شاء الله راح نفوز. أحد الحيوانات الآتية لا يطير. بالطبع، يعني الفيل، مع أنه كان يطير في أحد الأفلام الكرتونية. من هؤلاء الأنبياء ذكر اسم ابنه بشكل صريح في القرآن الكريم؟ ابن إدريس، ابن يعقوب، ابن موسى، ولا ابن يونس؟ ابن سيدنا يعقوب هو سيدنا يوسف عليه السلام. الصلاة التي تأتي بعد صلاة الفجر هي الظهر. كم عدد لاعبي البيسبول؟ ما بحياتي لعبتها هاي اللعبة، شو بعرفني؟ شو الأسئلة هاي؟ راح نمر هاي نوصل للجمهور. إذا الجواب 2 اللي هو 9. حياتي ما لعبتها والله ما عارف من بجيب الأسئلة. قبر الرسول محمد صلى الله عليه وسلم موجود عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة. الإجابة الصحيحة، ونحن على الطريق الصحيح. معلقة من تبدأ يا دار ميت مي بالعلياء في السند و... ايش هي معلقة من تبدأ ب يا دار مي بالعلياء في السند وأقوى ضال عليها. ما هذا؟ شنو هذا؟ انا اول مرة اسمع في هذا. ونتصل بصديق. الو، مساء الخير. مرحبا، انا جوسكر راحي من سيربح المليون. في معنى صديقك بده مساعدتك بسؤال بيعتقد هو انك تعرفه. اللهم قص ايدي اذا بعرف. الاجابة هي 2. اوكي خلاص. لا اعرف. اوكي، ما قصرت. نحذف اجابتين. نحذف اجابتين. مثلا اطلب
الإجابات تلاقي الخطأ ويترك له إيجابي خطأ وإيجابي صح. شوف قال لي اثنين ولكن اثنين طلعت خطأ، لذلك راح نختار الوسيلة الأخيرة. غير السؤال، كم عدد رغبات علي الدين التي حقق له علي بابا؟ طبعا ثلاث. الله أكبر، خسرنا. طب شو الإجابة الصح؟ ما قلت ليش. صفر. إذن هاي كانت محاولتنا لربح المليون، إن شاء الله المرة الجاي نربح المليون وكله بفضل دعمكم. هيك ما ربحناش مليون ولا ربحنا سبسكرايب ولا ربحنا لايك، خسرانين على جميع الجهات. يسلموا كثير على المتابعة وإن شاء الله المرة الجاي نربح. يلا السلام عليكم، مع السلامة.